كمان طبعا هنتابع اخبار الاهلي واخر الاخبار في التدريب النهارده. خلاص مباراه وادي دجله يوم الجمعه، باقي يومين خلاص، وان شاء الله اكيد مباراه مهمه، واكيد التلات نقط مهمه، ونتمنى ان احنا ناخدهم عشان نبقى في صداره الدوري ب 65 نقطه. وكمان خلاص المباريات اللي جايه دي كلها تحضير لمباراه الوداد في افريقيا، واللي هي طبعا حلم جماهير الاهلي يا احمد. طبعا يا ساره، وخصوصا انا لسه كنت بدردش انا وساره قبل الهوا على طول انه الست سنين الاخرانيين دول كانوا صعبين على الاهلي وجمهور الاهلي. ليه بقول الكلام ده؟ لانه احنا تعودنا انه البطوله الافريقيه ما تبعدش عنا فتره طويله كده. بالنسبه للنادي الاهلي ست سنين بعيدا عن لقب قاري، يعتقد انه يعني شيء صعب، جمهوره ما يستحملوش. في ناس تقعد ست سنين، 10 سنين، 20 سنه ما توصلش اساسا لنهائي افريقيا، ده ممكن يبقى شيء طبيعي، بس بالنسبه لجمهور الاهلي وبالنسبه للنادي الاهلي ده طبعا بالتاكيد امر مش طبيعي على الاطلاق. ونتمنى ان شاء الله ان البطوله تكون من نصيب، خصوصا النهارده ويمكن جزء من حوارنا مع كابتن محمد يوسف كان هو المدير الفني اللي قدر يفوز باخر بطوله دوري ابطال حققها النادي الاهلي في 2013، وفاز كمان بعدها طبعا بكاس السوبر، لكن الكلام كمان هيكون عن مشوار الاهلي في دوري الابطال بشكل كبير.